المشهد السياسي. نظم قبلا مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الشخصيات الوازنة، شخصيات السياسية وقادة الرأي في مختلف أطراف المشهد السياسي الوطني. اليوم نستضيف شخصية سياسية أخرى وأحد قادة الأحزاب الفاعلة في هذا المشهد، شخصية لها تجربة سياسية كبيرة، ترأست حزب سياسي منذ ما يربو على العقد من الزمن، ترشح للانتخابات الرئاسية وخاض غمار السياسة بتكتيكات ومواقف مختلفة. سنستعرض معه اليوم رأيه حول مستجدات الساحة السياسية ورؤيته لأقطاب وأحزاب هذا المشهد، وتقييمه أيضا لحصيلة عمل الحكومة الحالية، ونستشرف معه الآفاق. إذن مشاهدي الأكارم، ضيفنا اليوم هو الأستاذ صالح الحنانة، رئيس حزب الاتحاد والتغيير موريتاني. أهلا وسهلا بكم. إذن السيد رئيس، في البداية كيف تقيمون المشهد السياسي الوطني اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم تحت هذه الفرصة مخاطبة الرأي العام في شأن السياسي. لا شك أن موريتانيين كلهم اليوم مهتمين به اهتمام كبير. المتابع للشأن السياسي يلحظ للوهلة الأولى من بعد انتخابات الرئاسية 2019 فيه بوادر تحول في التعاطي السياسي، وحتى الفقه السياسي والتعامل بين مختلف الأطراف السياسية في هذا. كيف ذلك؟ نحن للأسف جايين من مرحلة طبعها شد وجذب متين، وطبعها خروج العمل السياسي عن آلياته التقليدية ووسائل فعله التقليدية، وظهرنا على أن من وراء الانتخابات، من وراء استلام رئيس الجديد لمهامه، بدأ يحصل نوع من تطبيع الحالة السياسية للبلاد في أمس الحاجة له. لأن بدون تطبيع هذه الحالة السياسية وبدون تهدئة الأوضاع بشكل عام، طبعا ما لا يتعود في مدى صائب المعركة التنموية، لا شك أنها هي التحدي الأكبر اليوم أمام الموريتانيين. نعتبره أعلن الخطوات الأولى اللي فات قيم بيها في هذه الفترة، خاصة أنها فترة وجيزة تقريبا 4 أشهر ونيف، أنها خطوات ساهمت كثيرا في تطبيع هذه الحالة السياسية. يسوى من هذا اللي كان من طرف النظام، ولا شك أنه صاحب المسؤولية الأكبر فيه وتعاطيه مع المعارضة، ويسوى أيضا منها اللي كان من جانب المعارضة، لأن أيضا المعارضة من اللحظات الأولى عقب الانتخابات حرصت على تهدئة الأوضاع. هل ترون بأن ما قيم به حتى اليوم من أجل تطبيع الساحة السياسية كاف لتهدئة الساحة السياسية بشكل مستديم في تقديركم؟ حقيقة الأمر لا يمكن أن نقول أنه كافي، لكنه هذا وضع الأساس لمرحلة من التهدئة ومن تطبيع الحالة السياسية. ما زالت بالتأكيد تحتاج لجهد أخر، ما زالت تحتاج لإيجاد حل مخلفات الأزمة السياسية اللي كان فيها البلد، خاصة اللي منها يتعلق بالشأن السياسي والشأن الانتخابي، فيه اللي يتعلق بالوحدة الوطنية اللي تعرضت خلال الفترة الأخيرة لشروخ كبيرة وكادت أنها تعصب حتى قاع بالسلم الأهلي، وهذا فعلا الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر. وفيه وما هو أهم من كل هذا، الأوضاع المعيشية اللي يعيشها المواطن اليوم حتى الآن، ذا اللي قام فيه بهم خطوات فعلا يذكر فيشكر، لكنه بالطبع ما هو كافي، لأن الفترة كيف قلت وجيزة والتحديات كبيرة تحتاج فعلا العمل كبير. سأتي إلى هذا بمزيد من التفصيل، تقييم كل ما قيم به سأتيه، لكن فقط في الساحة السياسية وتقييمكم لها، هل ترون بأن رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم استطاع أنه يقنع الشركاء السياسيين في مختلف أطراف المشهد أنه الأولوية فعلا للتنمية كما أشار هو في أكثر من خطاب وفي أكثر من مناسبة، وأنه حالة الشد والجذب وحالة التراشق والاستقطابية الحدية يجب أن تضمر أو تنتهي لصالح
أمور تنموية يحتاجها المواطن وهي مطلبه الأساسي. لا شك إن هذا واضح حتى للإنسان العادي حجم التقدم اللي حصل فيه، لأن حصل فيه تقدم كبير. واحدة هدأت الساحة السياسية عن ذاك من الشد والشد، وبدأ التعاطي بين أطراف المشهد السياسي عود تعاطي طبيعي. رئيس الدولة يستقبل زعماء المعارضة، يستمع لهم، هم يستمعون له. زعماء المعارضة يحضرون النشاطات، نشاطات الجمهورية كلها، سواء كان مهرجان الشنقيط أو حفل عيد الاستقلال إلى آخره. فعلا حصل تقدم مهم، بالتأكيد أن هذا التقدم ما زال يحتاج إلى المزيد، لكنه فعلا الثقة بدأت تحصل بين مختلف الأطراف، وتطبيع الحالة السياسية أيضا بدأ يلامس مختلف جوانب المشهد السياسي، وهذا طبعا بالتأكيد أنه سيكون لصالح الاهتمام والتركيز على معركة التنمية، لأنها فعلا هي التحدي الأكبر. منذ أشهر كما أشرتم عكفت الحكومة على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، التعهدات التي تعهد بها للشعب والتي نالت ثقة الشعب. حصيلة هذه الأشهر من العمل على الأرض على الميدان، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو برئيس الجمهورية نفسه من خلال إشرافه على مشاريع معينة موجهة للمواطن وتهدف إلى تغيير وضعيته، خاصة الفئات المغلوبة والمهمشة، كيف تقيمون ما قيم به حتى الآن؟ الحقيقة ما قيم به لا تخطئه العين في جوانب معينة، مثلا التدخلات اللي حصلت للمكوبين نتيجة الفيضانات فترة الخريف وسرعة التدخل، هذه كانت مسائل جديدة فعلا في تعاطي السلطات العمومية مع مثل هذه الكوارث، وكانت فعلا الاستجابة في وقتها وطاتها كلها، وخاصة ذاك اللي تلبها من تدخل في مدينة سيري باب اللي كانت المدينة الأكثر تضرر من ذيك الفيضانات. فهم أيضا الجهد الآن اللي يقوم به مع الوزير الصحة فعلا جهد يذكر في اتجاه إصلاح بعض جوانب القطاع. أيضا فهم بعض الخطوات اللي حصلت في مجال التعليم واللي راجعين إن شاء الله عنها تشفع بخطوات أكثر جدية وأكثر عمق وتأثير في التعليم، لأنه فعلا يعيش ياسم المشاكل. الفترة فيك كيف قلت وجيزة 4 أشهر، ما قيم فيه بهذه الأربعة أشهر رغم التحديات الصعبة المحيطة الأخرى والعوائق الأخرى المحيطة حقيقة يعتبر عمل كبير، والتأكيد ما هو كافي كيف قلت، غير عمل كبير، ولا شك أنه يشكل اللبنات الأولى والله الأساس للإصلاحات. نأمل إن شاء الله ونرجو أنها تعود كبيرة وتعود تسشيد حقيقي البرنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي انتخب على الأساس. إلى أي حد يتقاسم معكم نظراؤكم السياسيين في بقية التشكيلات السياسية هذا الرأي بخصوص تقييم الفترة وتقييم الجو السياسي العام، خاصة أحزاب المعارضة؟ عموما لا شك أني كيف تلاحظ الرأي العام أنه فهم تقييم إيجابي عموما لهذه الفترة. آخر تعبير عنه كان المؤتمر الصحفي اللي عدلوا مجموعة من الأحزاب يوم أمس، تكتل قوى الديمقراطية والاتحاد قوى التقدم وإناد، فعلا كان التقييم إلى حد ما إيجابي. أيضا ما عبر عنه حزب تواصل في مهرجان الأخير أيضا كان تزمين لديك الخطوات الإيجابية، لكن كيف قلت هذه ما زالت البداية، ولا شك أن التعاطي نفسه تعاطي هذه الأحزاب وإعطائها فرصة حقيقية للنظام وتفاعلها معه أيضا إلين وعود التفاعل المطلوب هو خير دليل على أن فهم فعلا تقدير وتثمين الخطوات اللي قام بها، وأن هذا هو اللي فعلا يجعل الساحة السياسية مسرح متاح للناس كاملة أنها تلعب فيه كلها حسب الدور اللي يملي عليه موقفه، وهذا فعلا هو المطلوب. الديمقراطية ناشئة كيف الديمقراطية نحن. أنتم شخصيا وبكل أمانة تاريخية، هل ترون أنه حانت اللحظة لكي يجلس المجتمع السياسي ويراجع مسلماته تجاه الممارسة السياسية؟ مثلا بعبارة أخرى، هناك تنميط للمعارضة والأغلبية، صار أنه المفهوم المسلم به الأغلبية أن توافق على كل شيء والمعارضة أن ترفض كل شيء،
هل هي لحظة مناسبة لمثل هذه المراجعات؟ هذا فعلا المشكلة، هذا هو موروث للعشرية الماضية، موروث العشرية الماضية اللي طبعها هذا التأزيم، هذا التوتير في الجو السياسي، اجعل المعارضة والموالاة طرفي نقي. بداية ممارسة الديمقراطية طبعا الأغلبية تقبل كل شيء والمعارضة ترفض كل شيء، وهذه هي الصورة النمطية. هي الصورة النمطية لا تخدم العملية الديمقراطية نفسها، لأن هناك مشترك دائما عند جميع مكونات الطيف الوطني السياسي ويسوى حتى المجتمع المدني، فهم شيء يجمع وفهم شيء لا خلاف عليه. مثلا ما يتعلق بالوحدة الوطنية، هذا لا يمكن أن تختلف عليه معارضة موالاة، هذه قضايا جول. ما يتمس مثلا السيادة الوطنية والتحديات والخارجية إلى آخره، هذه مواضيع جامعة لا يمكن أن تختلف فيها المعارضة والموالاة. لكن كيف قلت، موروث للفترة الماضية اللي طبعها ذاك التأزيم وطبعها ذاك التوتير، اجعل الأمور كاملة نشاز، وهذا طبعا كان من بين ذاك النشاز هو اللي فعلا نأمله اليوم. حتى من الأمور اللي طبعت الفترة الماضية هو فقدان الثقة بين أطراف العملية السياسية. احنا قد نختلف، هذا أمر طبيعي، لكن يلا عود ذم حد أدنى من الثقة بيننا، اجعل كل واحد منا على الأقل يعرف عن الآخر عنده مستوى من الوطنية، عنده مستوى من الالتزام، عنده مستوى من الأخلاق يجعله يحترم الآخر. للأسف هذا فقدناه إلى حد كبير المرحلة الماضية، هو اللي كانت نتائج ذي. لكن لا شك أن استعادة هذه الثقة بين الأطراف السياسية رغم اختلافه، وارد جدا الاختلاف وارد وطبيعي يقير، يلا تعود فهم قواعد تضبط هذا الاختلاف وتحكم هذا الاختلاف، وتجعل كل حد يقوم بالدور اللي يملي عليه الموقع والموقف اللي وليه. ثم اليوم انطلاقا من هذا الواقع السياسي الجديد اللي تستشرفه في العملية السياسية، انطلاقا من رسائل المتبادلة بين مختلف أطراف المشهد، شنو الرسالة اللي بالمناسبة توجهه للأغلبية وبالمعارضة بكل تجرد بعيدا عن التموقف وبعيدا عن الذاتية؟ أنا أهم رسالة عندي في هذه المرحلة هو مضي مختلف الأطراف في هذا الاتجاه اللي يجعل تطبيع العملية السياسية هدف أول، لين نوصل للتطبيع، ولين نوصل لتبادل الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ولين نوصل لقناعة كاملة بأن كاملين شركاء في الوطن، وأن كاملين ضروريين للعملية الديمقراطية موالاة ومعارضة. هذا اللي أسس الأرضية جديدة من التعامل، نحن بحاجة لها وافتقدناها في الفترة الماضية. لا شك أن فيه بوادر، كيف قلت يا غالي، البوادر تحتاج مدة تنميها، تحتاج مدة تعززها، وتحتاج مدة تسهر عليها لين إن شاء الله تمتان، ونعود فعلا على أرضية نشاور في كل شيء. ما معناه أننا نتفق في كل شيء، يعني نشاور في كل شيء، وكل حد منا يحترم الآخر، رأيه لا اختلف معه، وهي مسألة طبيعية جدا. هذه الأرضية لابد نوصلها من الثقة، ولابد نوصلها من الطمأنة للناس كاملة بأنها في وطنها وعندها دور في الوطن، وعنها يسوى كانت موالاة ويسوى كانت معارضة مهمة في العملية الديمقراطية وأساسية في العملية التنموية اللي هي الهدف اللي يالله تنسعى له كامل. كيف أشرتم الحكومة تعكف على ملفات كبيرة، من بينها ملف الصحة، من بينها إصلاح التعليم الذي أفردت له وزارة تختص به، في ضوء ما تشتغل عليه الحكومة كيف ترون الأولويات الوطنية من بين ما تشتغل عليه، وما هي الملفات التي ترون بأنها يجب أن تكون ذات طابع أولوي؟ أنا للوهلة الأولى، وهذا موضوع أعتقد أن شاركني فيه الكثير من الناس، نعتبر أن التعليم هو أساس الحاضر، هو أساس المستقبل. إذا لم نقم بإصلاحات حقيقية وجوهرية في العملية التعليمية، بالتأكيد أنه ما نوعدين شيء، لأن الآن عند الأجيال تقريبا فاقدة المخزون اللي يجعلها تؤدي دور. لين نستمر على الطريق، معناها أن في المستقبل ينتج نفس الأجيال. بالتالي فعلا عملية إصلاح التعليم هذه أنا بالنسبة لي أولوية سابقة كل شيء، لأن المريض يقد يتعالج مرقب، والمريض فم ياسر من الأهل يقد يعاونوه في علاجه، لغير العملية التعليمية لين ما تصلح، ما لا يصلح شيء لا في الحاضر ولا في المستقبل. ما مستقبلا ما لا يعالج مريض، وفي الحاضر
ما له تنخلق الكوادر الفنية اللي تقدر تستوعب طموحاتنا التنموية، خاصة أن مقبلين على مرحلة جديدة متفتقة فيها ياسر من الثروات في البلد، واللي تحتاج فعلا ياسر من الكوادر وتحتاج ياسر من الطاقات اللي كانها تقد تنتج منها، لكن اللي يقدم لنا شوي في خطوات تنمية. العملية التعليمية هذه هي أولى الأولويات. مدة ما نجحت بنتحقق فيها إصلاحات حقيقية وعجلانة، بالتأكيد أنها مستقبلها له يعود ما هو مختلف عن حاضر. طبعا الصحة مسألة أساسية، محاربة الفساد مسألة جوهرية، خاصة أن الفساد انخر في جسم البلد بشكل كبير، وفعلا تحتاج مدة توقف وقفة حقيقية المحاربة، ما هي بالشعارات ولا هي بالدعاية الرخيصة. يقال فعلا هذه ملفات أساسية، ويلا مدة فعلا. فهم طبعا ملف الوحدة الوطنية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة وراء الانتخابات للأسف أفرزت الانتخابات اصطفاف عرقي خطير جدا، وكاد الاصطفاف العرقي أنه يتحول إلى شغب وراء الانتخابات. هذه قضية الوحدة الوطنية، وهذا الاصطفاف الطائفي، الاصطفاف الفئوي والعرقي حقيقة أيضا موضوع تعود أولوية عند السلطة الحاكمة، لأنه فعلا هو اللي يترتب عليه بقاء البلد كبلد. بالتالي في ياسر من المظالم التاريخية، سواء كان اللي يتعلق بالرق ومخلفاته، سواء كان اللي يتعلق بالتهميش، سواء كان اللي يتعلق بإقصاء فئات تحس بأنها مقصية، سواء كان اللي يتعلق باللغات الوطنية إلى آخره. هذه ملفات كلها عجلانة، وأظهرت الأيام القليلة الماضية خطورتها، وأنها إلين تؤخذ عن السيطرة لا قدر الله تعود كارثة بالبلد. من بين الإجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا هو إنشاء المندوبية السامية للتآزر، والتي هي موجهة للفئات الهشة والمغبونة. كيف استقبلتم هذا الإجراء وكيف تنظرون إليه؟ حقيقة هذا الإجراء لا يمكن أن يكون يعود مصدر ارتياح للناس كاملة، خاصة أن اليوم طبقات الهشة وصلت لحدود لا تطاق. أنت عندك في كثير من ساكنة نواكشوط اللي هو عاصمة البلد، فيه قريب من ثلث السكان يعيش على وجبة واحدة يومية، وفيه قريب من ربع السكان ما عنده قاع وجبة يكون شيء إلى آخره. يكفي أنك تلاحظ أحزمة الفقر اللي محيطة بالمدينة، والله تلاحظ للي في الأحياء الراقية، والله أحياء اللي تعتبر مزدهرة من المدينة للي فيها من بؤر الفقر من خلال القرداية نعرفه، من خلال المظاهر اللي فعلا تدل على أن في بؤس الشباب. هذا الواقع ما هو قابل للاستمرار في بلد كيف بلدنا. احنا ما لنا بلد فقير محكوم عليه بانه فقره ينعكس على شعبه، لا، احنا بلد غني وثرواته هائله ومتعدده. بالتالي ما مقبول باي منطق من السياسه والله من الاقتصاد ان يعود فينا هاي الدرجه من الفقر. وفعلا هذه المندوبيه ظاهر لان مهمتها كبيره، وظاهر لانها ايضا تحتاج تشفع بخطوات أخرى في مجالات أخرى، خاصة في مجال الزراعة، وخاصة في مجال الصناعة، ومجال خلق فرص عمل للعاطلين والمعطلين الشباب حملة الشهادات إلى آخره. هي حقيقة ورشات متعددة، هذه الورشات المتعددة اللي ما يبدأ فيها العمل بشكل فوري، التغيير أوضاع للناس اليومية اللي تعيش لا شك أن هذا يشكل خطر كبير على استقرار البلد، وخطر ملي كبير على شبابه. يعني الشباب اللي يعيش في هذه الظروف الصعبة هنا اللي ينحرف في الاتجاهات كاملة، سواء كانت إرهاب، سواء كانت جريمة، سواء كانت مخدرات. بالتالي هذه من الأولويات اللي فعلا يلا الدولة تطرحها في الحسبان، وتجعل من المندوبية جزء من الورشة، ليست الورشة قطع المندوبية ما هي كافية لتغطيتها كاملة، غير جزء من الورشة فعلا مهم، غير يلا تشفع وتدعم ورشات أخرى في مجالات أخرى اللي كان نقدوا نحسنوا ونطوروا الأوضاع المعيشية لشعبنا، لأنه فعلا الشعب يستحق، والثروات هائلة، ولا معقول أن تم استمرار في البطيئة. وفق رأيكم هناك بوادر تطبيع سياسي إيجابية، هناك مؤشرات عمل يرتكز على القضايا الأساسية
مبشرة، ترون مثل غيركم بعض أطراف المشهد عبر عن هذا أنه هذا يجب أن يواكب بتكامل جهود الفاعلين. هذا يطرح العلاقة بين الفاعلين اليوم تحت الضوء لنقاشها، خاصة أنها كما أشرتم كانت علاقة دائما غير مبنية على الثقة وغير ثابتة. ماذا تقترحون لبناء الثقة وللحفاظ على تطبيع المشهد السياسي الوطني كنقاط ملموسة وإجراءات عملية محددة؟ فعلا هون نختار نأكد على سلوك فتعتمد رئيس الجمهورية ومهم، ودعوة زعماء المعارضة بشكل دوري للتشاور معهم، سواء كان زعيم المعارضة سواء كان دعوة الرؤساء الأحزاب اللي بعضهم فات دعاه مرة وبعضهم فات دعاه حتى مرتين. هذا فعلا سلوك حميد، ويلا نستمر فيه، يلا يرفق بإصلاحات مؤسسية زي اللي قال مؤسسة المعارضة، لأن مؤسسة المعارضة أريد لها في الفترة الماضية أنها تبقى معطلة، لا هي استوعبت المعارضة ولا هي أدات الدور اللي كان المفروض أنها تعدله مع النظام من خلال النصح ومن خلال النقد ومن خلال التوجيه، لأنها فعلا ما هي في وضعية تعدل فيها هذا الدور، كان مطروف فيها بعض من الإصلاحات. مؤسسة المعارضة اليوم ليست محل إجماع من أحزاب المعارضة؟ لا، المؤسسة ما تريدون قولة؟ لا لا لا، المؤسسة محل إجماع، يقال المؤسسة نفسها أريد لها من طرف النظام أن لا يكون لها دور في الفترة الماضية. كيف؟ مثلا كمثال، المؤسسة تقريبا من إنشائها ميزانيتها في حدود عندي أنا شوية 80 مليون. هذه الميزانية لا تكفي إلا لرواتب الموظفين في المؤسسة. تالي ما فهم أي بند يسمح بإعدال النشاط للمعارضة. اللقاءات الدورية اللي ينص عليها القانون مع زعيم المعارضة يلا سعوده للتشهر الفترة الماضية خلال عدين أكثر من على الأقل 6 سنوات 7 ما قد خلقت لقاء يلا تعود دوري مع زعيم المعارضة كلها للتشهر. كان فهم بعض من المشاكل في النصوص اللي منظمة للمؤسسة، وكانت المعارضة طالب وتلح على ضرورة إصلاح ذيك النصوص وقدمت فيها حتى مشاريع، أعتقد أنها مؤخرا قدمت فيها مشروع قانوني غير ما فات برسوم تطبيقي غير ما فات وافق عليه، معناها يلا يسرع في ذيك الإصلاحات القانونية، يلا تراجع الميزانية، إياك تعود ميزانية ما هي لا ميزانية رواتب، تعود ميزانية أداء العمل معين مطروح من مؤسسة المعارضة، وتعود فعلا مؤسسة معبرة عن الطيف المعارضة كامل. هذا هو اللي فعلا يجعلها تقدر تأدي الدور اللي يخدم العملية الديمقراطية من جهة، وينظم عمل المعارضة أيضا في إطار واحد يجعله قادر على تأطيره وتوجيهه لأدي الدور المطلوب. في حالة اتخاذ هذه الإجراءات في حق مؤسسة المعارضة، من رأيك كان ممكن في الأفق تعود مخاطب أوحد للمعارضة كلها إذا ما تم اتخاذ هذه الإجراءات التي هذا هو المفروض، هي هو المفروض أنها تعود هي المخاطب الأوحد بالنسبة للمعارضة. غير كيف قلت عنها، هي تنظيميا وإداريا وماليا ما قدرت توصل لهذا المستوى، لا بتوصل له تنظيميا، اللي أنت توصل له تنظيميا وإداريا بالتأكيد أن الدور المعارضة تضع فيها ثقتها الكاملة وتعود فعلا معبر وحيد عن صوت المعارضة، وهذا ممكن. كيف يت بعض الإصلاحات في الجانب اللي تعود أساسية، لأن بعض الأحزاب اللي ما هي ممثلة في البرلمان ما هي ممثلة في المؤسسة، وهذا خطأ كان ارتكب. المؤسسة تعود مؤسسة جميع الطيف السياسي المعارض يسوى كان ممثل في البرلمان ويسوى كان ما هو ممثل فيه، هاي أيضا من الثغرات اللي في المؤسسة. ظهر لأن القائمين على المؤسسة والأحزاب المعارضة بشكل عام ناقشت الموضوع أكثر من مرة وقدمت فيه مقترحات جدية لتصحيحه، وظهر لأن ذيك المقترحات اللي تنقبض بعين الاعتبار وينشاف من هذاك اللي قاعد يعدل دور لا تساهم في نفخ الروح بشكل تعبير أوضح في المؤسسة، لأن المؤسسة حتى الآن ميتة. للأمانة وحسب ما عندي من معلومات، بعد أن تم إنشاء مؤسسة المعارضة تم تغييرها بناء على مقترح اقترحه أحد أحزاب المعارضة الممثلة حينها في البرلمان، أظن لأول مرة يتم اعتماد مقترح من طرف حزب سياسي وإقراره من طرف البرلمان. ما تم تطبيقه على مستوى مؤسسة المعارضة هو من عندياتكم في المعارضة.
لكن التصحيح فعلا اقترحه احد من الاحزاب، اعتقد انه اقترحته لي اف بي اتحاد قوى التقدم، وفعلا تم قبوله. يقال كان حقيقه ما هو كافي، وفعلا قد عود مهم وخلق مجلس اشراف ما كان موجود في النص القديم، واساسا تمثل في انشاء مجلس اشراف من رؤساء الاحزاب ما كان موجود، بغير ما مس جوهر العقبات المطروحه، ما شملت فيه موضوع الميزانيه اللي موضوع اساسي. انت عندك ميزانيه متقدم على رواتب الموظفين، معناها العمل له ما خلق، ما مس تمثيل الاحزاب اللي ما هي ممثله في البرلمان غاب ايضا، ما مس طبيعه التقارير اللي كانت يلا المؤسسه توافي بها السلطه، وطريقه ملي تسهيل ولوج والله دخول البلدات اللي يلا مؤسسة المعارضة والمعارضة بشكل عام بتوصلها من أجل البحث عن المعلومات في التسيير الشأن العام، لأن هي يعني ما تجبر المعلومات ما قد تنتقدها ولا تقدم اقتراحات، وهذا ظلت مقفولة قدامه. هذه من الإصلاحات اللي جوهرية اللي ما ينضم لها بنص القانون عنها توصل لأي بلدة تبقي توصلها تجبر فيها المعلومات، هي في النهاية بدون معلومات ما قد تقيم، وهي لأن ما قد توصل لأي معلومات في اللي قالوا تسيير الشأن العام. ما الان فهم ياسر الاصلاح اذا فعلا الاصلاح خلق يا غير كان جزئي، فهم اصلاحات جوهريه يلا مقترحه برك مطروحه في ايش مقترح ظاهر بالنسبه في ايش ظاهر بتقدم مقترحه حسب اللي سمعت انهم طرحوه عند الوزاره. سيد الرئيس من درايه كان ذي اللي تعبروا عنه خصوص مؤسسه المعارضه كانوا ما يدل فقط على عدم استجابه السلطه وتداركها لتسويه اخلال معينه متعلقه بمؤسسه المعارضه، بل يدل على مستوى قلة الانسجام بين القوى المعارضة اللي دائما تعبر عنه الناس، وزاد وعد لا يتحول شور صورة نمطية وحساسياته داخلية، وكان كله يقترح لا شيء يخدمه هو من منظوره الذاتي ومن منظوره التنظيمي، وهذا فهم عدة محطات وعدة تجارب تدل عليه على أنه الانسجام ما دمتم تبحثون عن تطبيع سياسي عن تهدئة عن بناء ثقة، قد يتساءل المشاهد لماذا لا تبنون الثقة بينكم أولا وتمدون جسورها؟ شفت أنا ظاهر لي بكل موضوعية وبكل أمانة عن ذي الإصلاحات ما عليها خلاف بين أطراف المعارضة، هذه الإصلاحات ما عليها خلاف، والخلاف اللي بين قاع أطراف المعارضة ما هو أكبر من قدو، ولا فيه شيء منه ما يقدر يعالج من خلال التشاور فيما بينهم والتشاور أيضا مع الحكومة، بالتالي ما هو العقبة فعلا؟ لغير فهم كانت إرادة سياسية لا تريد المؤسسة كيف قلت قبيل أنها تلعب الدور اللي يالتها تلعب، وهو اللي جعلها فعلا عطلت عن قصد ورفضت الإصلاحات كاملة في الفترة الماضية، وفي الوقت الذي الإصلاحات ما كانت موضوع خلاف بين أطراف المعارضة أبدا، لم تكن يوما ما موضوع خلاف. السيد الرئيس شكرا لكم. طبعا عندي إعلان الحلقة على صفحة الفيسبوك، الكثير من المتابعين يسول عن الجديد الذي تحملون، يسأل عن بعض الأخبار والقضايا، يريد تأكيد أو نفي، يسأل عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني أين هو اليوم في الساحة، يطرحون بعض القضايا والملاحظات بخصوص التموقف والرأي حول السياسة الساحة السياسية الراهنة. تسمح لي سيد الرئيس نأخذ فاصل ثم نعود. نحن نقدم الفكرة، قد نتفق وقد نختلف، المهم أن نطرح المشكلة في أفكار جامعة. نطرح مشاكل المجتمع ونناقش أهم القضايا المطروحة مع مختصين وخبراء في قضايا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص التي نستضيف فيها رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني الأستاذ صالح والحنانة. أهلا بكم من جديد. كما أسلفت أنه الرأي العام اليوم المتابعين يتساءلون ماذا تنوون السيد الرئيس، هل أنكم فعلا ستخرجون المعارضة وتنتمون إلى الأغلبية؟ هل تؤكدون أم تنفون؟ كثيرون قالوا بأنهم قرأوا أخبار في المواقع الأيام السالفة، ماذا بهذا الخصوص؟ بهذا الخصوص طبعا نحن بعد الانتخابات الرئاسية الماضية لمستوى قيادة الحزب دخلنا في تقييم للمرحلة الماضية ومحاولة قراءة الساحة السياسية اللي تتشكل من جديد. طبعا هذا التقييم استمر عدة أشهر، استمر في الحوار عدة أشهر، ووصلنا مؤخرا بعد اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية، بعد نقاش بعض من الأمور معه، وبعد تقييم الحزب استدعى أمس تحديدا مكتب التنفيذي للحسم والاتخاذ القرار، وفعلا ناقش الموضوع مختلف جوانبه واتخذ قراره حكم القرار بالإجماع تقريبا، لديهم صوتوا الاثنين صوتوا ضد القرار العادي بالهيئات القيادية، اتخذ قراره بنفهم أمل عن جميع الموريتانيين في المرحلة، ونفهم إرادة عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية وجسدها إلى حد كبير في مشروع برنامجه الانتخابي، وبالتالي على ضوء هذا قرر الحزب أن يشارك من داخل الموالاة في دعم رئيس الجمهورية في تنفيذ هذا البرنامج الانتخابي اللي تعهد به واللي عند ياسر من الموريتانيين أمل في أنه يقدر يحقق إصلاحات البلد بحاجة لها، ونحن في حاتل ظاهرنا على أن ذاك اللي ظاهرنا أنه هو اللي فيه مصلحة البلد وبحاجة له، يعني تتوفر له إرادة قادة تتقدم فيه، مستعدين نضع أنفسنا تحت تصرفه ونتعاون معها إن شاء الله في ذاك اللي يخدم البلد. خصوص لقائكم مع رئيس الجمهورية، شلي تطلع عليه المشاهد من تفاصيل هذا اللقاء؟ ماذا دار؟ ماذا ناقشتم؟ من أهل هذا النقاش طبعا أنا طرحت اهتماماتنا واهتمامات النخبة السياسية عموما وضرورة الإسراع في الإصلاح، خاصة في الجوانب تتعلق بحياة المواطن اللي فعلا بدأت تضغط بشكل كبير، يسوى من هذا اللي يتعلق بالفقر، ويسوى من هذا اللي يتعلق بارتفاع الأسعار، ويسوى من هذا اللي يتعلق بالبطالة، بطالة الشباب حملت الشهادات، وعلن هذه الأمور تتطلب فعلا إجراءات عاجلة لا تحتمل الانتظار وإصلاح. طبعا الجوانب اللي بالتأكيد أنها تحتاج إصلاح كبير في التعليم، كيف الصحة، مسألة الخدمات عموما اللي حقيقة شبه غائبة في الفترة، وطبعا نطالب سنظل نطالب بن الرئيس كيف تتعهد هو برنامج الانتخابي يسرع في إجراءات حقيقية تخفف فعلا من معاناة هذه الناس. فطبعا موضوع الإصلاح السياسي اللي مطلوب لا شك أن البلد جاي من إرث أزمة سياسية كانت قائمة، وهذه الأزمة السياسية ترتب عليها غياب الثقة في العملية الانتخابية، وهذا يتطلب ترتيبات جديدة، يتطلب إصلاح للمسار الانتخابي جوانبه كامل. فهم طبعا قضية الوحدة الوطنية مسألة أساسية وأولوية كيف تذكرنا طرحت معظم هذه الأمور، طبعا استمع لها فخامة الرئيس بعناية، وطبعا ذاك اللي تحدث عنه فخامة الرئيس يبدي عبر عنه له. طبعا كان لقاء مثمر ما دام ترتب عليه موقفك هذا. طبعا خلاله أيضا تم نقاش، تم إطلاع فخامة الرئيس على النقاش الجاري في الحزب، وبالتالي أخذ رأيه فيه كان أيضا. السؤال مطروح، أي دور ستلعبونه في الأغلبية؟ أنا كنت دائما نقول على أن إحنا بلدنا بلد عدد سكانه قليل جدا وكفاءاته
أقل ومتطلباته أكثر. ولذا اجتمعنا كاملين، إياك نقدر نعدلوا عملية تنموية ستكون عندنا صعوبة وندور نستجداب الناس من المرقب. أحران عدو حنا عندنا طاقات مهمشة والله ما هي مشاركة في العملية التنموية. نحن مكون من مكونات الطيف السياسي نسعى ونطمح أن نشارك في هذه العملية التنموية. ذاك اللي يظهر للنظام أن نقدو نساعده فيه، بالتالي هو الموضوع مطروح للنظام ورأس رئيس النظام هو اللي يختار ذاك اللي ظاهر أن احنا نقدو نأدو فيه الأداء اللي يخدم المصلحة الوطنية، يخدم التوجه اللي ماشيين فيه كامل. أحدهم يسأل كم يعمر، كم سيعمر هذا الموقف الذي اتخذ حزب حاتم؟ هذا الموقف سيعمر بالضبط ما عمر اتجاه الإصلاح في النظام. ما حد ظاهر أن النظام ماشي في اتجاه إصلاح في ضوء تعهداته وبرنامجه الانتخابي والآمال اللي عقدنا ليه سنمضي معه ويسول إلى منين. إذن يظهر عن ذيك التعهدات وعن ذاك البرنامج الانتخابي ما هو ماشي معه عن المصلحة استراحة محارب. إذن يظهر أن ذا اللي كان التقييم اللي بنينا عليه الموقف مات له خالق. طب التأكيد أن سنبرأ منه كيف ستنعدلنا لو تدخلنا مع النظام محمد عبد العزيز فترة على أساس تعهدات واضحة وعلى أساس وعود واضحة، واللي يظهر أننا ما في حالة هذيك برأنا منه حد ناسنا اللي كان في الحكومة واللي كانت في الإدارة آخر الحمد لله من الصعب أن حد يجبر عليها بلفات يقدر يتابعها بها بين اللي لكن اللي ظاهر لنا في الإصلاح وظاهر لنا من التعامل الشفاف مع الشأن العام هو اللي يضمن ندخله أين تبقينا ندخله ونخرجه أين تبقينا ندخله بدون مخاوف. البعض يرى أعلن هذا التعدد في المواقف اللي صبغ تجربتكم بدءا من خراطكم عمليا في المجال العام 2003، البعض يرى عنه غناء وتنوع في المسيرة السياسية وتعدد للمقاربات، البعض الآخر يرى أنه تذبذب وعدم ثبات، أنه ترمومتر حاتم أو الأستاذ صالح الحنانة غير ثابت. أنتم شخصيا هل أنتم راضون عن هذا المسار بانعراجاته وارتفاعه وهبوطه؟ بكل تأكيد احنا كيف قلت نقبل ذي المواقف عادة بعد تقييم وتشاور ويشمل مختلف مستويات الصف الأول الصف الثاني وأحيانا الصف الثالث، بالتالي ما نقبل فيه خطوة ما بتنوسعنا دائرة التشاور فيها وضاحنا عنها تمثل قناعة العادة ما هي قناعتنا كاملة قناعة أكثريتنا الساحقة. هذا هو اللي حصل 2009-2008، هو اللي حصل 2009 اللي خضنا من الموالات شهر المعارضة، وهو التقييم اللي حصل ذلك مدة أشهر وإحنا واحدين لا في نقاشه وراجعين إن شاء الله أن يستمر الإصلاح ويعطي نتائج ما تضطرنا مرة أخرى أن نراجعه للموقف. هذا هو رجاء إن شاء الله. لكن المتابع البسيط ترى أنكم تتموقعون شمالا ويمينا وشمالا ويمينا. أنا أقول له هو حر ذاك اللي على كل حال هو بالتأكيد ما هو مطلع على النقاش والحوار اللي داخلنا احنا والتقييم اللي داخلنا، بالتالي من حقه زاد من اللي هو نحترمه لذاك يوصفنا بذاك اللي بقي يوصفنا به غير احنا اللي نعدله مقتنعين به وظهرنا انه هو اللي في مصلحة البلد وهو اللي يخدم المرحلة اللي احنا فيها اليوم لانها مرحلة خاصة. ما قلتوا لي الدور شنو اللي تلعبوه في الأغلبية؟ لكن قد يحدوا لا الأغلبية وطول بعضي حدوا لا رئيس الجمهورية. ثم دامكم في شنو؟ ثم دامكم تعودوا جزء من الحزب الكبير الحاكم لا بدنا أو تعودوا جزء من ائتلاف أحزاب الأغلبية. حزب حاتم داعم لرئيس الجمهورية. ماكم داخلين تشكيلات القائمة لا تحالف أحزاب الأغلبية. موضوع نقاش آخر من دور مازال يقيم نشوفه. إحنا الآن موقفنا موقف دعم لفخامة رئيس الجمهورية. بالنسبة للتنسيق مع الأحزاب الأخرى اللي يضمها معنا للتوجه لكن محل نقاش نشوفهم معنا عرفوا الأرضية اللي عادتهم أرضية نقدون نجابر عليها ما فهمنا والعادتهم اللي ما يفهم عرضوا نقاش. حد يسول من درايه كان هذا الموقف اللي اتخذ حزب حاتم واتخذ الأستاذ صالح الحنانة بداية القطيعة
مع التيار الإسلامي الذي كان يصفكم البعض حسب المعلق أنكم حتى لا أقول صوت جانبي، أنكم كنتم تحاذون مواقفه المختلفة وحتى تتموقفون في اصطفافاته الداخلية؟ هذا اللي يقول الرأي الآخر ما كان فعلا متبع مسيرتنا السياسية وكان متبعها ما يوصل إلى الخلاصة. أنا أذكر مثلا أنا بعد الانقلاب 2008 على الرئيس محمد الشيخ عبد الله، وقبل حتى الانقلاب كانت حزب التواصل واتحاد قوى التقدم جزء من الحكومة، وإحنا تكتل القيمة الديمقراطية كنا في المعارضة. المعارضة الكحلة قالوا البضاء من العادة فايتوا يلا تنبهوا عليه. وراء ذاك دخلنا احنا في حكومة محمد عبد العزيز الأولى، وكان تواصل وبقية الأحزاب في الجبهة معارضة ما نعرف ظروفات على فات على الإخوة. وراء ذاك هذه لا محطات تبين ما قطعنا قاعد منسجمين يكون وقتنا في المعارضة كاملين. انتخابات 2013 شارك فيها تواصل واحنا قاطعناها وبقية الأحزاب. معناها لأن المتتبع لهذا ذرك حلوهم أقبال للمواقف طبعا من نتشاور مع أحزاب أخرى، وظهر لي عن تواصل عندهم زعامة المعارضة وظهر لي عنهم واثنين وعد الله باقيين في المعارضة. معناها أن الأخ اللي وصل لي الاستنتاج اللي هو ما هو متبع المسيرة من بدايته. سيد رئيس نحن اليوم وصلنا لمحطة تناوب طبعا هون ما لا ننفي عن أنفسنا صبغة نحن الإسلامية اللي ما نعتبره فم حد أكثر إسلامية منه. نحن حزب عنده مرجعية الإسلامية والقومية ولا نعتبر أن فهم حد أكثر مننا إسلامية ما نعطينا الحد. لازلتم تصنفون أنفسكم من الناحية الإيديولوجية صار إسلاميين عربيين قومي والله شيء. إذن سيد رئيس نحن اليوم في محطة تناوب فيها رئيسين على إثر انتخابات ما يدل على أن المسار الديمقراطي وصل مرحلة معينة. كقوى سياسية كمجتمع سياسي كله يطالب ويدعم تجذير الديمقراطية. ما الإصلاحات الديمقراطية ذات الأولوية لصالح الأحزاب لصالح الأقطاب التي يجب أن تتخذ وتصبغ بصبغة قانونية لكي نعزز هذا المشهد وندفع به قدما؟ والله فعلا هذا وارد مطروح بإلحاح. احنا ديمقراطيتنا الناشئة زالت تحبو ما فتوقفت وما حدها ما خلقت فيها إصلاحات حقيقية ما يلي توقف. احنا ما حدنا ما أصلحنا العملية الانتخابية من أساسها، من ملف الانتخاب، اللجنة الانتخابات، الاقتراع إلى آخره. ما حدنا ما أصلحنا العملية الانتخابية، العملية اللي تم لا ما هي محل ثقة ولا هي محل توافق، وهذا جانب مهم وراجع إن شاء الله لأنه يتم إصلاحه. ذم الصام معوق أخر ولا يقل عن ذا الأخر. لما حد عندنا مفهوم حزب الدولة ديمقراطية ما يقدر أصلها. إحنا يقعد عندنا حزب هو 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 المرجع في كل شيء، هو ما يحكم بفكر ولا يحكم بباده، هو يحكم بأنه عنده الدولة يعدل بها المصالح. معناها هون الدولة عادة يستخدمها شيء من الأشخاص لمصالحهم السياسية اللي هم دون الدولة لا يمثلون شيء، وبالتالي عاد تعود الدولة رهينة لحزب معين ويظهر في حال اللي يخلق فيها شوي تغيير عن ذاك الموقف أن قاعد الحزب ما هو خالق. وهذا مثال واضح. احنا مثلا فترة معاوية كان بيرديس هو كل شيء، وراء الانقلاب ما أجبر قاعد فيه حد يقعد فيه باستثناء ذيك الجماعة اللي بقات فيه. وعد العادل زمن سيدي، الانقلاب على سيدي ما أجبر شيء العادل يكون ذيك الجماعة اللي صمدت فيه ما ياسر. الآن اللي بيأر محنته ذهي ظهر لأن الحزب يالتو يود حزب مستقل عن الدولة وتتعامل مع الأحزاب كاملة، خاصة فخامة رئيس الجمهورية تتعامل مع الأحزاب كأحزاب ولا هي كأدوات له. خلي الأحزاب توقف هي على كرأيها، إنين توقف على كرأيها دون الدولة عادت أحزاب وما حد قاعد مرتبطة بالدولة، هي ما يحزب يلي تعود لا إدارة من إدارات الدولة. وهذا ما حدنا ذا الجانب ما أصلحنا بتأكيد أن العملية الديمقراطية ما تقدر تمشي لقدام. يعني الديمقراطية آليات تعدل بها الأحزاب السياسية، يعني إن تعود الأحزاب السياسية ما هي في حالة صحية طبيعية الديمقراطية ما تقدر تصلح. هذا هو اللي يجعل فعلا أنه بحاجة
أننا فصل الحزب عن الدولة وعن الدولة تعود دولة الموريتاني كامل. جانبها الفني يا الله عود واحد بيه ذاك المعارض وذاك الموالي مهندس قدم الوظيفة والله المسابقة ما يرتعود عنده أسبقية. الواحد جايبه منتخب من الحزب ودخله في الوظيفة بدوشي فني ليه عدل شغلته ما لا بد له يسيس لو خليه عدل شغلته بدون السياسة. السياسة بهلا وخارج الوظائف السياسية اللي حكر عن السياسة وهذه الله تعود للسياسة يعني اللي ما هو سياسي وخلي الناس كاملة متقادة فيه باش يصلح شيء. إلين عود الحزب هو الأداة التوظيف وهو اللي تعدل به الزبونية وهو اللي له يحول القراي وهو اللي له يوظف الموظف وهو اللي يطلع القراي. الإشكالية الكبيرة سيد الرئيس أعلن هذا الموظف والله هذا اللي طار اللي نعود ما هو ولا ولد الحزب اللي مواسينته مع ما يلا عود تحت يدوش كل شيء لا يعود ولا ولجماعة ثانية شايفة بعلن الدولة أعلنها جهاز للغير وأعلنها جهاز الجهة السياسية بعينها. الأحزاب أيضا أظن أنه المشكلة ليست فقط مشكلة الحزب الحاكم الأحزاب اليوم هي واجهات اجتماعية. اليوم أغلب منتسبين حزب معين سيكونون حتما من المجتمعات التي ينحدر منها قادة هذا الحزب أو أشخاصه الثلاث أو الاثنين الذين هم في الصف الأمامي. ربما في تقدير البعض أن المشكلة أعقد فقط من مجرد محن مشكلة حزب أغلبية أو ثقة تعطى له على حساب الأحزاب الأخرى المشكلة الأغلبية. إحنا نحن بحاجة أن نفصل الحزب عن مؤسسات الدولة وهذا يقدي خلي الليلين نخلوا عنا الزبونية وهذا ينطبق على الأحزاب كاملة. الأحزاب كاملة يالا تعرف أعلنها خالق جانب سياسي تعدل فيه سياسة ترشيحات وظائف سياسية هذا عمل سياسي بحر هي غير مثلا اكتتاب فنيين في الصيد والله فنيين في المعادن والله فنيين في الإدارة هذا موضوع ما يالا تدخلوا قضية الأحزاب وزبونية الأحزاب هذا الفني يالا يدخل وفق مسابقة جابته فيها مؤهلاته وهو مقتنع انه جابت مؤهلاته ما جابوا حد هو فعلا كيف قلت يعني يعود جايبوا وساطه يسوى من حزب ويسوى من قبيله واحد هو اللي تعود جابت الوساطه لا يعود ولا ولا للوساطه ما عنده كاع ولا للدوله يعني تعود جابته معايير موضوعيه وكفاءه معناها ولا للدوله ويعرف عنه ملي الصبح لا يحاسب على ذا ما فهم حد لا يحميه منه هي مساله اساسيه غير هو جاي بوساطه استريس عنده مجموعه من القضايا مستر نديرها معاكم والوقت الوقت مد لياسر. يهمنا نعرف رأيكم حول الإعلام العمومي بشكل عام خاصة منه التلفزيون اللي تجلسون فيه اليوم الأدوار التي يقوم بها حاليا أبرز الملاحظات التي لديكم المشهود هون اللي تراجعوني شيء قديم من كلام المعارضة اللي ضروري نرجع الإعلام العمومي لا يشيلكم بعد مرسي السيد الرئيس الإعلام العمومي هو السلطة الرابعة الإعلام كامل هو السلطة الرابعة هي السلطة الرابعة مهمة في متابعة الشأن العام تقييما وتأطيرا وتوجيها والرأي العام بشكل خاص إذا نعود الإعلام ناضج له يعطي ثمار ناضجة وإذا نعود الإعلام مفلس واحد في سفاس في الأمور طبعا ما هو لا يعطي نتيجة إحنا في المعارضة حدنا فيها شركنا حوارات متعددة مع الإعلام خاصة التلفز كل مرة نعودهم بقايتهم اللي ظهروا حد منا عيطون نقول لهم احنا هابا حد 30% للمعارضة أعطونا نعدل معاكم اتفاق اللي 30% يلتزمون به يقولون اللي نعدلوا اللي نعدلوا ذيك الخرج اللي دوروا عاقبها ما تنرفوا ظهر لأنه هون من باب النصح رغم بعد توشاهدين على الجهود اللي نبذلوا من أجلنا وتطبيع السياسي فهم تحسن وفهم انفتاح قطعا جديد لقد ما فتعت كافي هذا الانفتاح يالة الإعلام العمومي وهبا والموالاة والمعارضة يقعدوا ويحدوا الحصص ذيك 30% المعارضة تحدد آليته وذاك اللي تعبير عن حكومة تحدد آليته وذاك اللي موالاة تحدد آليته وعود فعلا الإعلام محل ثقة للناس كاملة وكلها جابر فيه المسافة اللي يرتجب يقهر ما يعود إلا عمل مثلا اليوم نعدوا رواية والصبح نستافوا هنا ودخلوا في رواية أخرى يرتعدوا في رواية باطحة وفعلا بعد حصل قدر من الانفتاح قطعا اللي مهم وليثم يقهر ما زال يحتاج يعزز بهذه الأمور سيد الرئيس من القضايا أيضا اللي ملاحظ ضمورها
اهتمامات السياسيين وخطابات السياسيين هي الجانب الأمني، مع أن القضية الأمنية صارت تحدي مطروح منذ فترة. أنتم كفاعلين سياسيين يفترض أن تكونوا مهتمين بهذا الموضوع، لماذا يضمر هذا الجانب في خطابكم واهتماماتكم؟ أليس حريا بالاهتمام؟ الأمن ما يقدر أن يكون حريا بالاهتمام به اللي هو دون أمن قطعا ما فهم تنمية ولا فهم استقرار ولا فهم ما فهم شس وشنو قد يستمر. وبالتالي احنا فعلا كنا دائما نقولها عنا نذمنوا الخطوات اللي خلقت في الجانب الأمني في الفترة الماضية، لا قطع اختلفنا عليها، مع اعتبروا ان هذه المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية هذه ملك للشعب الموريتاني، وهذه هي اللي ضامن استمرار الدولة الموريتانية، وهي اللي ضامن وحدة التراب الموريتاني، وهي اللي ضامن المواطن الموريتاني. بالتالي ما هي الطرف، هي ما هي مؤسسة للموالاة والله، لا بتن هذه مؤسسة الموريتاني. كيف قلت قبيل خارج شي من الأمور يال تعود محل إجماع، لا هو لمعارضة ولا هو لموالاة. وبالتالي مسألة الأمن والدفاع عن الحوزة الترابية وفي التحديات القائمة واللي فعلا ما هي شوي، هذه مسألة جوهرية ولا تقدر تغيب عن الهنا. رئيس، أي آفاق تستشرفونها لموريتانيا من جماع المعطيات التي ترونها ماذلة في الساحة؟ أي آفاق تستشرفونها لموريتانيا في المنظور؟ فعلا نحن كتعبير عن أمل عبر عن رئاسة الموريتانيين في الفترة الماضية خاصة وراء الانتخابات، نفهم أمل في نفهم روح جديدة عبرت عن إرادة عن استعدادها الإصلاح وعنها ما شفز الإصلاح من خلال خرجاتها الإعلامية المختلفة من خلال برنامج. هذا الأمل ما هو سياسي وحدهم، كثير من الموريتانيين لما قلت كاملين جاد عليهم، ولا شك انهم خلقت خطوات في كيف قلت قبيل تجعلوا تنزاد ثقتهم فيه. ولا شك على ان بعض التطورات الاخيره ساهمت في تعزيز ذاك الامل وساهمت في قطيع عام عاشي من الممارسات الماضيه. ولا شك من جهه اخرى عن افق 2022 في الاكثر لتبدأ عائدات الغاز الضخمة تدخل البلد بالإضافة لثروات الأخرى الكبيرة. بالتالي إحنا اللي ينقصنا فشنو؟ إحنا اللي ينقصنا نوع من اتساق جهودنا وتعاضد جهودنا والارتقاء شوي عن الأمور الصغيرة، الارتقاء شوي لأن كان نقد نواجه التحديات وعندنا ما يمكن أن نواجهه، لأن نعدل هذا ظاهر لنا أمل كبير أن تعود فهم الإرادة. وما دام توفرت له الإرادة ظهر عن جهود أخرى دور لا توفر معها يعني طبيعة العالم الثالث، لكن ليه توفر الإرادة السياسية دور الناس كاملة ما شاء الله لا تسابق له راجل إن شاء الله أن هذه سنة 2020 اللي بوجوهنا تعود هي التأسيس الحقيقي لإقلاع، لأن بحاجة لإقلاع وعندنا الإمكانات، عندنا الإمكانات البشرية وعندنا الإمكانات المادية من خلال الثروة المتعددة. اللي خصنا شنو؟ اللي خصنا هو إرادة حقيقية جادة قادة تعدل، ظهر لنا أمل كبير فيه إن شاء الله. سيد رئيس، أنا سولتكم قبيل عن أي دور محتمل عنكم تلعبوه في الأغلبية، قال لي أحد المتابعين عن كانفرة، نسولكم عن من درا كانكم مقررين على ذاك اللي قدامكم المعارضة اليوم عاد في داعمين رئيس الجمهورية زاد هو، إذا كانكم أنتم وهو لا يتلقاوا لا يتأسوا التحالف المشترك في إطار الأغلبية وتعودوا أغلبية جديدة. هذه مذابة كلمة أخيرة بيلي الوقت عاد. لا شك عن زملائنا اللي كانوا معنا في المعارضة واللي سبقونا عندنا معهم علاقات طيبة وتفاعل في مرحلة معينة، بالتأكيد أنه يعودوا أقرب عندنا من الناس الأخرى. الناس الأخرى بحكم المرحلة الماضية كيف قلت قبيل ومخلفاته دور لا تعود عندنا صعوبة كبيرة في التمحرين معه، لا إن شاء الله نقدروا لك، لا شك أنه يقدروا عدوا أقرب، خاصة الإخوة اللي كانوا معنا في عادل والإخوة اللي مشاهوا من تكتل القوى الديمقراطية والإخوة اللي مشاهوا من التواصل. لا شك أنهم شي من الناس اللي كانت شاركتنا معها تجربة طويلة لعشر سنوات تقريبا ماضية، بالتالي هذا قطعان اللي نعودوا أكثر تفاعل معهم وياسر مقعفات اتصل بينا
عودة تفاعل معهم يقال بعد ما اللي صدورنا مفتوحة صدورنا مفتوحة وخالق شيء من أدبيات المرحلة الماضية وتخويف هذا من هذا وخلق الحواجز الوهمية نختاروا المرحلة تعود ما تعد مرحلة. جينا على نهاية لقائنا شاكريكم سيد الرئيس الأستاذ صالح والحنانة شكرا جزيلا أنتم رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم شرفتمونا بالاستجابة لهذه الدعوة وكانت فرصة وسانحة طيبة شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأكارم على حسن متابعتكم وإلى أن يتجدد لقاؤنا في حلقة جديدة أترككم في أمان الله.